ترى الشاب نعم. هذا لما تجي تعطيه قيمته تعطيه مكانته وتقول له ترى انت بالدين وانت بتضبط وانت اللي بتوقف مثل اخوان الجمعيه الله يجزاهم خير. ترى يعني انا واحد من الناس كنت صغير كان حلمي اصلا اني اكون اتطوع بالجمعيه شيء عادي، والحين يمكن تشوفونه بعيون شيء ثابت. لكن في ذاك الوقت وانت كنت تصير كاشير في بريده مهرجان بريده للتمور يمنع عمل الحمالي الا فقط للاطفال. يمكن احنا نقول لا ولدي يشتغل حمالي، لا هناك يدرسون الحمالي مال مهرجان بريده للتمور الاف يعني اطرام من التمور تخرج بس مده اعتقد 25 يوم من المزاد اليوم الصبح من نزول الجمعه مباشره. تخيل ان كل الحماليين فيهم كلهم من 10 الى 16 سنه ويحصل فلوس يحطها بمخباته بدون اي رقيب بالعكس. وتلقاني بالعكس لما تشوف الكويتي ولا تشوف تكلمه، وانا واحد من الناس يا ولد الامر بالعكس ودي ولدي يخالط الجمهور ويتعلم ويدرس وينظر بالعكس ما في مشكله ما ادري. فمثل الافكار هذه البسيطه اعتقد لو يتم تطبيقها بجراه، لان يمكن لما تطرحها ترى تجي ناس ضدي تشغلون عيالنا حماليه، لا لازم تدرك قيمة الأمر هذا وتدرك إن في ناس بتتكلم ضدي، لكن أنت مؤمن إن أنا بدرس قيمة وبعلم الولد بالصفة ما يعني. والأمور هذه ترى الأطفال نفسهم مثل ما قلت كلام زعلان كان حلم أمر بسيط جدا، ولكن ودنا نفس فكرة الجمعيات التعاونية ممكن تطرح مثل ما ذكرت في المستشفى ممكن تطرح في جميع الوزارات. نعم. لما تجي الوزارة قريبا